السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار اليوم الاربعاء في اطار مباريات الجولة 16 من كأس الامم الافريقية، وسأترك لكم رابط البث المباشر في الوصف اسفل الفيديو، وستلعب المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر والسادسة مساء بتوقيت القاهرة. أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.